أهلا بكم في محورنا الثاني، حديثنا عن الجميد المستورد، الغش، كلف إنتاج الجميد، فحوصات، ضمانات السلامة، مع ما أثير مؤخرا حول جميد في مصر مخالف المواصفات. ورحب بضيوف الكرام في هذا المحور، الأستاذ محمود العوران اتحاد المزارعين، مساء الخير يا سيدي. مساء النور. أهلا بك. ورحب بالسيد سائد الطراوني المستثمر في قطاع الجميد المستورد، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك يا أستاذ سائد. اسمح لي يا سائد، أنك أستاذ محمود، أبدأ بك يا أستاذ سائد، شو القصة؟ ما الذي يحدث في مصر؟ شو قصة الجميد اللي محطوط فيه طلاء، معجون، غير مصنع بطريقة صحيحة، وين بروح؟ هلا الشق الأول، شو القصة؟ احنا سمعناها من وسائل الإعلام في الأردن نقلا عن وسائل إعلام مصرية، تم ضبط مصنع في محافظة المنوفية، بيحكوا انه حطوا طلاء، حطوا مواد مش 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 معروفة شو هي، شو المصدر. المصنع يعود طبعا لأشخاص طبعا مش أردنيين، مصنع منوفية. منوفية نعم، مش أردني، والنيابة المصرية طلعت بهذا يعني بيان في هذا الموضوع، وتم ضبط شخصين، والشخص الآخر هرب خارج البلد، وتحديدا ممكن يكون الإيطالي لأنه مع جنسية إيطالية، يحمل جنسية إيطالية، هيك المعلومات. هذا المصنع موجود ليس لأردني؟ ليس الأردني، لا، اللي تم ضبط فيه نعم. الجميد، الجميد نعم، والخلط اللي كان يتم للجميد هذا ما إلكم علاقة. لا 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 لا، أنا بالنسبة لي مصنعي، عندي مصنعين، مصنع الكرك لمنتجات الألبان في محافظة الشرقية، ومصنع مروج الشام في المدينة الصناعية في 6 أكتوبر. كم مصنع أردني فيه في مصر مصنع جميد ولبن أردني؟ فقط مصانع نحن الاثنين، يعني ما في مستثمرين أردنيين في قطاع الإنتاج الألبان، بيشتغلوا بس في مصانع أشقاء مصريين، يعني بشراكة مصرية. وبتصدروا جميد لوين؟ احنا مصدر للأردن، للأردن وأجبال للسعودية والسعودية. طيب أستاذ محمود، أسمع وجهة نظرك. أستاذ سائد بيقول لك هذا مصنع موجود في منطقة بعيدة عن الأردنيين أول، وما حدث لا علاقة له جملة وتفصيلا بجميد مستورد أو يصدر للأردن. سيدي، يعني بداية احنا نتمنى ونأمل أن لا يكون وصلنا هذا النوع من الجميد. نقطة ثانية سيدي هي الغذاء والدواء. يعني إحنا مبارح كان في لهم تصريح إنه منتجات هذا المصنع لم تصل إلى الأردن. كنا نتمنى على الغذاء والدواء سيدي إنها تتابع أمور أو مجريات التحقيق في مصر، لأنه هذا الأمر بعنينا. وحتى الفيديوهات اللي تم تداولها بينت انه هذا جميد، ومصطلح جميد ما موجود الا في المطبخ الاردني، فبالتالي عمليه التصدير توقعاتنا تكون هون. فبالتالي يعني الان نتمنى مره اخرى من الغذاء والدواء انها تتابع التحقيقات حتى نشوف هل تم تصدير فعلا عنا للاردن، جانب، من هو المستورد لهذا الصنف. الشيء الثاني سيدي بنا احنا المواصفات والمقاييس. المواصفات والمقاييس، هل في قاعدة فنية للجميد المستورد؟ في ولا ما في؟ ما في. والدليل على ذلك طبعا احنا لما نتحدث هيك من حماية للمنتج المحلي، الجميد معروف بيجي بمصطلح اهل الجميد مدحبر اللي هو شكل دائري. ليش ما يكون في شكل معين للجميد المستورد؟ مثلا بيجي بشكل مربع، يجي بشكل مستطيل، هذا جانب. الجانب الاخر، الجميد اللي عم بيجي لا تاريخ إنتاج، لا تاريخ انتهاء، لا هي المواد اللي موجودة. من حق المواطن يعرف من هو المستورد، مين هو اللي صنعه في مصر. الشيء الثالث بدنا كمان جمعية حماية المستهلك. وين جمعية حماية المستهلك؟ قديش المستورد جميد؟ سيدي لغاية الآن 21 تم استيراد ما يقارب 3000 طن، أو أسف 1000 طن. إحنا إنتاجنا 300 طن محلي يا سيدي. احنا انتاجنا اذا قصدنا بلغه الانتاج نتحدث فيها بلغتنا بلغه الارقام، نقول في عندنا 3 ملايين راس ب 40 كيلو معدل الانتاج سنوي، بحكي على 120 الف طن من الحليب، خليني استخدم منهم فقط 60%، في عندي 6000 طن. طب انا ليش استورد؟ طب انا عندي انتاج محلي. احنا من 6000 طن محلي اذا قصدنا، معلش سيدي، الآن الأرقام اللي إحنا متداولة عنها هي أرقام غير دقيقة، لأنه في عندنا إحنا محلات بتصنع الجميد. اليوم ذكر أن 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 كل ما يصنع في الجميد محلياً 300 طن، صحيح؟ سيدي الأرقام موجودة لدى وزارة الزراعة، في عندنا 3 ملايين من الأغنام، هذا طبعاً بعد ما إحنا نقيم الحيازات الوهمية.
ثلاث ملايين بدي أعتبر أنا 40 كيلو فقط إنتاج كل رأس على مدار السنة، إذن في عندي 120 ألف طن من الحليب بدي أستخدم منهم فقط 60%، بدي أقول أنا 40% لأجبان لألبان إلى آخره، إذن أنا بتحدث عندي 6000 طن. طب ليش أنا أستورد؟ هو أنت هلا أنت تقول هذا الإنتاج المثبت اليوم. نعم يا سيدي. قديش المثبت؟ المثبت الآن إحنا يعني الآن إذا بدي أطلع على لغة الأرقام بدي أخذ شو في عندي أرقام من قبل وزارة الزراعة ودائرة الإحصاء. طيب. أنا المعلومة تقول 300 طن. عندك معلومة؟ أنت تقول 60000 طن صح؟ نعم. اللي هو 6000 طن. 6000 طن 60000 طن حليب بحكي. 60000 طن حليب. تقسيم 10 كم؟ 6000. 6000 طن. تمام. هلا إحنا شو آلية الاستيراد؟ احنا اول ما بنتجه لوزاره الزراعه، وزاره الزراعه هي اللي هي صاحبه الاختصاص، تدرس اللي هو السوق المحلي، وهي اللي بتعطينا الارقام، وهي اللي بتعطينا تصاريح الزراعه، تمام، وبتعطينا شروط اللي هي رخصه اللي هو رخصه الاستيراد، تمام، ضمن شروط معينه، ضمن شروط معينه. من هاي الشروط مثلا المهندس محمود بيحكي انه ما في ما في ما في تاريخ انتاج، ما في مكونات، ما في هذا كلام كله موجود في تواريخ انتاج، في يجب ان يكون معامل حراري على اداره حراره 132، في عندنا يجب ان يكون باكياس فاكيوم يدخل البلد، تمام، مشفوط مسحوب منه الهواء، مش يدخل حلل ممنوع، تمام، وان يحفظ، وان طبعا يكون مرافق. انا بتسمح لي بدي اقاطعك استاذ سعد وراح ارجع لك لانه هذا الموضوع مهم، لانه هاي فيها حديث عن الكلف، تمام، وهنا كيف 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 نقدر نشتغل هذا الموضوع. لكن قبل ذلك أرحب مباشرة بالسيد أحمد الملوفي من مصر، وأنت شاهد عيان أخ أحمد، ولديك معلومات حول موضوع الجميد. مساء الخير. يا أهلا وسهلا. أسمع منك أستاذ أحمد. والله الجميد عندنا في مصر هنا طبعا الجميد المفروض يبقى لبن ماعز في الصناعة الأساسية بتاعته. هنا في مصر بيتم تصنيعه من بروتين شرش الجبنة الرومي. بروتين الشرش يعني هو شبيه ببروتين اللبن، لكن ده طبعا تحايل في الصناعة عشان طبعا التكلفة بتبقى بسيطة، سعره بسيط في السوق، الناس تقدر تبيعه. نعم. فهو مكون من اللبن عادي، بس مش بروتين اللبن اللي المفروض أصول الصناعة تكون منه. نعم. وطبعا بيبقى في تفاهمات عشان يخشوا الأردن في. طب أي تفاهمات تقصد؟ معلش. يعني بقى بيخش بقى ما أعرفش بيخش إزاي، بتحلل إزاي، بيدخل إزاي، المواصفات بتاعته، هل بروتين الشرش ده نفس مواصفة بروتين اللبن الماعز؟ مستحيل طبعا. أنت 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 مطلع أنه يصل الأردن أستاذ أحمد؟ طبعا، ما كل الناس اللي بتصنع أنا بتودي الأردن. كله بودي على الأردن؟ كله بودي على الأردن وقليل فلسطين. نعم. وهذا المصنع اللي تم ضبطه يعمل بذات الآلية؟ كله بذات الآلية، كل اللي بيطلع من مصر بذات الآلية. نعم. بيدعوا ان هو كركي وان هو لبن ماعز وان هو، انما هو غير ذلك. طيب، اشكرك الاستاذ احمد الملوفي من مصر، وانت مطلع وتعلم ما يدور في المصانع التي تعمل في مصر وتصدر الجميد للاردن. استاذ سعد اسمع تعقيبك. بروتين الجبنه وشبيه بروتين اللبن، وهذا ما يحدث في المصانع وهذا ما يسمح بالتصدير، وهناك تساؤل عن الكلف. لما أتكلم عن 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 المصانع اللي هي مصنع أنا وشركائي، تمام، إحنا بنشتغل حليب جاموس بالإضافة لكمية قليلة من الماعز لعدم توفرها، تمام. هذا ينطبق كل مصانع مصر عشان تكون متفقين وياك. أنا بتكلم يعني. أنا بتكلم عن نفسي. أنا بتكلم عن نفسي. قصة بروتين الشرش أنا بسمع فيها بس غير موجود عندي. والكلف اللي انت راح تقول لي كيف بوفي معك، والمهندس محمود راح يقول لي كيف بوفي معك، انا بشرح لك اياه، بعطيك اياه بارقام كيف بوفي معي. قديش بتبيع الكيلو؟ الكيلو جمله من 3-4 دنانير. كيف بتوفي معك؟ قول لي. طيب، احنا الان لما نشتري كيلو اللبن ب 8 جنيه من المزارع المصريه. هلا لما تدخل على السوق المصري
راح اقول لك كيلو ب10 و11 و12 جنيه من هو المفرق. انا بشتري بدفع ارضيات لمزارع صيف شتاء، بشيل 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 لبنه او حليبه، عندنا احنا هم بيقولوا في مصر عليه لبن، بشتري حليبه صيف شتاء تمام. لما ناخذ ب8 جنيه تمام، في عندك اللي هو نسبه الدسم اللي هي الزبده في الجاموس عالي واعلى من بجوز بيدنا فيها، اعلى من حليب الاغنام عندنا احنا واعلى من حليب الماعز. بروح نص الكلفه زبده، يعني عفوا نص القيمه زبده، بضل عندي انا اللي هو الحليب الفرز المفروز بضل عندي من 3 تقريبا 3-3.5، ومرات في الموسم بنزل اقل سعر الكيلو 3 جنيه يعني ما يقارب تقريبا 10 قروش 12 قرش اردني تمام. هلا كل ثمانية كيلو تمام بطلع عندي كيلو كمادة خام حليب جميد من دينار لدينار وربع. هاي الكلفة عليك؟ هذه كلفة فقط ثمن الحليب. ثمن الحليب اللي هو المفروز الفرزة. طيب. تمام. بيجيك بيجيني كلف كيس فاكيوم تمام، وأجور عمال تمام، وكلف تشغيلية كهرباء وما كهرباء تمام. ضيف تقريبا يعني تقريبا 7 جنيه على هذا الموضوع، نص دينار هاي أصبحنا في دينار و75 قرش تمام. بلحقوا ضريبة وجمرك تقريبا من 30-35 حسب اللي هو التخمين الجمركي، بوصل عليه نيرتين، ويعني من نيرتين لنيرتين ونص، نيرتين و70 قرش. بتبيعوه ب3 دنانير 3 دنانير 3 دنانير ونص نعم جملة. طيب أستاذ محمود سيدي، يعني الكل يتحدث إنه هذه أرقام لا يمكن تكون مقبولة. سيدي يعني مع تقديري لأخوي السائد، حليب الجاموس سعره بمصر 12 جنيه للكيلو بما يعادل 60 قرش كامل في دسمه. نعم هلا الآن 60 قرش أنا بدي أطلع منهم ل 12. ما أنا قلت لك 12 جنيه في السوق الخارجي. قبل شوي 6 جنيهات بتاخذوا إنه بصير في السوق الخارجي 8 جنيه. أنا أتكلم 8 جنيه في السوق الخارجي بتاخذه في 12 جنيه. يعني انت روح اشتري الان، روح اشتري جميد من مول تمام، وروح وادي الرمم بتلاقي جميد من المول نفس وادي الرمم، وهو ممكن جميل يكون نفس جميل جميل. يعني انا بحكي على 60 قرش كلفة الكيلو بغض النظر الان ما حازبدي او ما حازبدي. لا انا بغض النظر سيدي، ما هو في نقطة الان انت بتتكلم عن مادة الجميد. مادة الجميد انت بدك تشيل بدك تشيل الزبدة، بتضل عليه تقريبا خلينا نقول يعني برقم 15-18 قرش جميل. هلا 8 كيلو الان انا بدي اتحدث على نسبه 10%، يعني كيلو الجميد بكلفني 6 دنانير. انا حسبت لك اياها، هلا قلت لك اياها كيف يعني بدي احسبها انا وياك الان مره ثانيه. 12 جنيه بما يعادل 60 قرش. هلا انت بسرعه 12 جنيه انت حر، انا هاي هذا 8 جنيه يا سيدي، سيبوها 8 على 8 جنيه. 8 جنيه شيل منه زبده 4 جنيه بضل معك بلا ما اخذ من 3.5-4 جنيه. وقلت لك انا والله على ما اقول شهيد اني ما اخذه في مناطق يعني في جمهوريه مصر العربيه تمام. الان عندك سؤال، عندك الان عمان زي ما اروح انا اجيب حليب من الجفر ومن الطريق الصحراوي ومنه 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 من مرات عندنا بلا ما اخذ الان بوصل دينارين 3 كيلو عندنا في الاردن هون جميدك انت البلدي. حالات استثنائيه. لا مش حالات استثنائيه، على طول الموسم اخي سعيد. يعني المزارع هون هو نفس المزارع في مصر، يعني اي مزارع بهمه انه اخر شيء بالمحصله النهائيه انه انتاجه ياخذ ربح حتى يكون في استمراريه وفي ديمومه. فبالتالي احنا لما حسبنا 12 جنيه والاخ محمد بيقول لك 8 جنيه، بدنا نحسبها على 8 جنيه بما يعادل تقريبا نصف دينار للكيلو. انا بدي الكيلو بعرف صار يكلفني انا حليب 5 دنانير، بدي اعتبر انه نسبه 10%. فانت لما تبيعه بليرتين الكيلو او بليرتين ونص او 3، طبعا هذا شانك انت حر فيه ماشي الحال. لكن انا لما بكون كلفته علي حليب فقط بدون اي نوع من انواع الصناعات وبدون اي نوع من انواع الاديتيفز اللي بدي اسميها اي اضافات، كلفته علي 5 دنانير. طب انت حسبت الخمس دنانير، انا بقول لك كلفته علي انا بشتري الحليب المفروز، بقول لك يعني 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 اقسم بالله انا قاعد باخذ الحليب المفروز من مناطق في صعيد مصر ب 3 جنيه الكيلو، ب 2 جنيه، والسنه الماضيه ما كان ب 2 الا ربع. حليب المفروز اللي هو الحليب اللي هو من غير دسم اللي احنا شغالين فيه جميد في الاردن هون برضه كمان، احنا بنشتغل الرايب عندنا في دسمه، ما احنا شغالين فيه. انا اجره العامل عندي في مصر لما تكون اجره العامل هون في الاردن بتكلم عنها انت بتضيف كلفه العامل عندي من 1000 جنيه من 1500 جنيه البنت عندي ل 2000 جنيه 65 دينار. انا ما دخلت الان في عمالي ولا دخلت في اي نوع من انواع التصنيع، انا فقط بس بسال او الارقام اللي موجوده عندنا احنا. سعر كيلو الجاموس بمصر 12 جنيه، بدنا نخليها 8 جنيه بما يعادل نص دينار، بدي اخذ انا الانتاج 10% معناته الكيلو عم بيعطي كلفته علي انا 5 دنانير. انت الان لما بتبيعه 3 دنانير، برجع بكرر هذا شأنك، تبيعه ب3 تبيعه ب7
ماشي الحال. هلا الان انت لما بتبيعه 3 دنانير وهو كلفته عليك ماده حليب فقط 5 دنانير، انا سيدي بقول لك 3 جنيه ضرب 4.5 14 جنيه ضرب 8 كيلو اضربوه قديش الكل في عندك انت حسب حساباتك انت؟ تقريبا دينار وربع، دينار و 30 قرش. اها بالاضافات ولا بدون الاضافات؟ لا بدون اضافات. نعم بدون اضافات، بلحقها كلها في تشغيليه، بلحقها اجور عمال، بلحقها ضريبه جمرك للاردن هون. طيب نسبه المواد المضافه خلينا نبدا فيه واحد واحد، نسبه النشا قديش انتم عندكم؟ انا النشا عندي صفر في مصر تحديدا. اها ما عندي نشا، علما بانه المواصفات والمقاييس حطت في نسبه نشا عندنا، حطت في نسبه بنزويك السوري مش في المصري. اها في المنتج السوري طلع نشا. انا المنتج المصري اذا في عندي فحص واحد من فحوصات الغذاء والدواء طلع في 1%، انا بحكي قدام الجهات المختصه كلها 1% نشا، اصلا ما بسمح في دخوله، ما عندي نشا. سيدي هلا الان نرجع ل حديثنا اللي هو الكلفة. انت هلا قبل شوي قلت كنت تاخذ 3، هلا رجعت بتاخذه بدينار بجنيه او بجنيه ونص؟ 3 انا قلت لك احنا تكلمنا، قلت لك من ليرتين لليرتين و75 قرش كلفة علي انا، ما تكلمت قلت ببيعه بثلاثة 3.5 جملة. سيدي يعني هذا شأنه، لكن أنا حتى بدي أعتبر أنا أنه ببيعه 3.5 وبيأخذوه عندنا التجار هون وعم ببيعوا الكيلو 8 دنانير على أساس أنه جميد بلدي، شأنهم وشأن الجهات الرقابية مش شأني أنا. إذا طب إحنا عادة يفتح باب الاستيراد لأي صنف لارتفاع سعره، الآن لما بيكون الكيلو 8 دنانير سعر البلدي، لأنه أصلا لما بلش يبيعه قاعد بيقول لك انه هذا جميد بلدي، لانه اخذ اصلا الشكل البلدي اللي انا قلت عنه قبل شوي اللي هو المدحبر او شكل الدائري. سيدي كيف انباع؟ اسمح لي كيف شكله انباع؟ هاي امور تعود للمواصفات والمقاييس والجهات الرقابيه. انا سؤالي بالارقام اللي سمعتها من استاذ سائد، منطقي غير منطقي الكلام؟ بالنسبه لي انا غير منطقي يا سيدي، بالنسبه للاسعار اللي موجوده، هو عنده استثماراته بطريقته، لكن هو المتعارف انه كيلو الحليب الجاموس بمصر 12 جنيه اي بما يعادل 60 قرش اردني، وبدي اخذ انا نسبه التحويل 10%، اذا سعر الكيلو بده يكلفه 6 دنانير. نعم وانت تقول ان كلفته 275 قرش دينارين و5 واصل عمان؟ واصل عمان تقريبا. طيب بعد الفاصل نواصل ونعلم كيف ونتعرف كيف سيكون المشهد في قادم الايام. فاصل نواصل القوانين، نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام. رحب مباشره بالاستاذ خليل حاج توفيق له تعقيب على ما يرد في حلقه ليله. استاذ خليل مساء الخير. مساء الخير اخوي محمد. تفضل ابو حمزه. شكرا. انا عملت مداخله لاني بصفتي نقيب لتجار المواد الغذائيه ومثل المستوردين، واسمح انك تعطينا وقت ارد على مغالطات كثيره حدثت في البرنامج اليوم ومعلومات غير دقيقة. بدأ من صديقي وزميلي أستاذ محمود العراق، يعني أستغرب أطمنه بالأول أنه الجميد المصري اللي انضبط المصنع ما وصل الأردن، ولأنه المصنع غير مرخص ولا يمكن أن يحصل على شهادة منشأ أو شهادات صحية من الجهات المصرية، فنطمنه أنه ما في مستورد يبحث عنه. بعدين الجميد يستورد لفلسطين والأردن وليس فقط للأردن. الأمر استغربت فيه أن أخي محمود بيقول لا توجد مواصفة للجميد، لا توجد مواصفة واحدة للجميد السائل، واحد للجميد مسميه الحجر اللي هو اليابس، ففي مواصفه قياسيه تم اقرارها من مواصفات مقاييس. ومغالطه اخرى وانه مسموح النشا في الجميد السوري، لا النشا ممنوع نهائيا ان يخلو الجميد من النشا. فحص الغش يعمل على كل شحنه، فاذا كان لو واحد بالالف نشا ترفض الارساليه. هاي معلومه ايضا للاخوان ضيوفك. ايضا اخوي محمود بدي اصلح لك معلومات انه استهلاك الاردن في السنه 3000 طن، انتاج الاردن 300 طن فقط، فأنت مدير عام اتحاد المزارعين تتمنى تعطينا أرقام. ف 6000 طن وتفترض الحليب وقديش ينتج، هذا كلام افتراضي. احنا اليوم بنحكي الأردن أقصى شيء أنتج في السنة 300 طن، استهلاكنا إذا كان السوق كويس ومناسبات الأعراس 4000 طن، في السوق العادي 3000 طن، إذا إنتاجنا المحلي يغطي 10% من استهلاكنا. 90-80% من الجميد سوري والباقي مصري، التركي فشل في السوق ما نجح لأنه من حليب أبقار ما استصاغه المواطن. اليوم نحكي على السعر، وانا استغرب اخي محمد اسمح لي، انا الموضوع الكلفه مش يعني قضيه المواطن اليوم كانت قلقه على الجميد اللي ضبط في مصر. الكلفه كل صناعي ادرى بكلفته، لا احد يشكك بكلفه المزارع، فبالتالي لا يجوز التشكيك بكلفه الصناعي. ايضا الجميد في سوريا احنا الحليب رخيص عندهم، الايدي العامله رخيصه، منطقه الجزيره ومنطقه حماه معروف في الحليب، فبالتالي بدي احكي لاخوي محمود احنا نشتري جميد بلدي، الرطل ب 45 دينار، الجميد الاصلي البلدي النخب اول
يستطيع كل مواطن انه يشتري رطل الجميد ب 45 دينار؟ ما في جميد بلدي 8 دنانير. ما اذا هذا معلومه بس اصلح لك اياها. اليوم اخي محمد احنا تواصلنا مع الجهات المصريه. نعم. كجهه معنيه بالغذاء وسلامه الغذاء في الاردن الى جانب الغذاء والدواء. حتى هذه اللحظه المعلومات اللي وردتنا رسميا بكتب رسميه انه المواد البناء موجوده في المصنع لم تثبت حتى هذه اللحظه استخدامها كخليط. اليوم ننتظر نتائج الفحوصات وطلبنا اسم المصنع والمعلومات الاوليه من المصنع لا لاخونا الطراوني ولا لاحد من اقربائه، لكن طلبنا مسندات رسميه لانه صار في فرض بعض الاساءه لبعض الاشخاص وتصفيه حسابات. فانا كنت اتمنى انه يعني نحكي للناس. بعدين اخوي محمود بتقول الجميد المستورد لا تاريخ انتاج ولا تاريخ انتهاء ولا بطاقه بيان. يعني انا استغرب انت زلمه ما شاء الله عليك، كيف الغذاء والدواء بتدخل والجمارك والمواصفات في العقبي او في الحدود جابر، كيف تدخل ماده غذائيه بغض النظر جميده او عدس او فاصوليا وتكتب طيب. بطاقه بيان؟ طيب استاذ محمود عندك رد؟ اسمح لي استاذ ابو حمزه اسمح لي خلي ابقى معي انت كرم، عندك رد او اوضح الاستاذ خير حاج توفيق جمله من يسعد مساك اخي ابو حمزه. انا لما تحدثت على الانتاج تبعنا من ماده الجميد، طبعا انت بتعرف انه اصلا ما في عندنا قاعده بيانات للقطاع الزراعي، اعتمدت انا على عدد الثروه الحيوانيه واعتمدت على رقم متدني اللي هو انتاج 40 كيلو، فبالتالي لما حسبناها طلع في عندنا 6000 طن. يعني احنا بتعرف ماده الجميد بالذات هناك مشاريع اسريه بتشتغل على الحكي هذا، في جمعيات مؤسسه الاقراض الزراعي اعطت قروض لبعض الفتيات حتى يكون في عندنا تصنيع للجميد، هذا مؤشر بانه في عندنا جميد. تحدثت انا يا سيدي على موضوع المواصفات والمقاييس، وكنت بتحدث انا والسيد سائد بانه المواصفات والمقاييس اعطتنا نسبه نشا معين واعطتنا نسبه بنزويك معين واعطتنا رطوبه واعطتنا نسبه رطوبه واعطتنا نسبه حشرات، فبالتالي هذه اللي تحدثت فيه انا من خصوص المواصفات والمقاييس، هذول الشغلتين اللي انا سمعتهم ورديت عليك اخي ابو حمزه. ابو حمزه عندك تعقيب عشان لا انت اخي محمود قلت لا توجد مواصفه، بعدين كيف مسموح الحشرات؟ يعني من جبت لا ولا النشا مسموح، الملح والرطوبه له نسبه معينه ومعظم الانساديات بتم رفضها عن نسبه الرطوبه والملح، وهذا حفاظ من الجهات الرقابيه على صحه المواطن. اخر شيء اخي محمد، الغذاء والدواء تفحص تقريبا 100% من البضاعه المصريه، يعني لانه يعني في استهداف للبضاعه المصريه، فبالتالي نطمن الناس كل البضائع الموجوده في السوق خاصه المنشا المصري مفحوصه، ما حد يشكك في مؤسساتنا الرقابيه لانه هذا من يشكك فيها يشكك بكل غذائنا ودوائنا. فاحنا المواطن مش ناقص يعني صراحه قلق وبلاش احنا ابو حمزه استاذ خير حاج توفيق اشكرك كل الشكر، وضحت الرساله بعجاله ارجوك استاذ، لانه تطرق لها الاستاذ خليل الاتهام بانه نائب سابق هو من هو سيدي المطلع. سيدي سيدي صلي على النبي، خلينا عاد نحكي الان بالمفتوح. الان احنا ك ك ك ك كمصنع الكرك منتجات الالبان، اولا ليس لنا علاقه في مصنع المنوفيه نهائيا ولا اردني له علاقه، وهاي في جهات رقابيه وجهات قضائيه هي الفصل في هذا الموضوع تمام. الشغله الثانيه، اليوم تفاجئنا بحجم الكم الاعلام الهائل المواقع عفوا، هذا المصنع يعود لشقيق نائب سابق وهذا النائب سابق، انت بدك النائب السابق روح تكلم معه، اذا عندك خصومه خاصم بشرف لكل المواقع انا قاعد بحكي تمام. لا تزج امور تخلط المواضيع في بعضها، احنا في دوله مؤسسات ودوله قانون واحنا راح نقاضي كل المواقع اللي تكلمت في هذا الكلام تمام. حتى انا مصنعي انا بلا ما اخذ انضريت في السوق المحلي هون على 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 مستوى الصعيد الشخصي تمام، انا انضريت. الان ما نشكك في مؤسساتنا الوطنيه يا اخوان، انا لما برادي يجي على العقبه اربع خمس مؤسسات جهات رقابيه بيجيني مندوب الزراعه مشكورين، بيجيب مندوب الغذاء والدواء، بيجي لي مندوب المواصفات والمقاييس، وبتروح الفحوصات للغذاء والدواء وللجمعية العلمية الملكية وللمواصفات والمقاييس، وبيجي التقرير أي شرط مخالف، مثلا الملح على سبيل المثال مثلا 15% طلع 15.5 شو الحل؟ مباشرة إعادة تصدير، رجع مباشرة. أنا ما حصلت عندنا، ولكن لو حصلت مباشرة إعادة تصدير ما في مجال، بيجي ضمن فحوصات ضمن شروط. وحتى في دولة مصر الشقيقة، مصر عندنا عندنا جهاز اللي هو سموه اللي هو الحجر البيطري بفحص، يعني الدكتور مصلح الطراوني ما له مصنع في مصر، الدكتور مصلح الطراوني ليس له علاقة، ومن زج باسمه بلا مؤاخذة لا نعلم طيب ما هو هدفه.
طيب انا بدي اشكركم كل الشكر ضيوف الكرام. تعقيب بسيط عجالي ارجوك 30 ثانيه. سيدي احنا لم نشكك بجهاتنا الرقابيه، المعلومات اللي اخذناها على المواصفات والمقاييس بناء على شهاده استيراد من السيد سائد الطراوني. نتمنى ان يكون هناك دعم حقيقي لمربي الثروه الحيوانيه خاصه فيما يخص موضوع الصناعه الغذائيه. اشكركم ضيوف الكرام جزيل الشكر. مشاهدي الكرام، احنا وصلنا الى ختام حلقه ليله، نلتقي السبت المقبل، تصبحون على الف خير.